أحمد فارس مبعوث قناة الحوار إلى الكوت ديفوار. أحمد أهلا وسهلا بكم، مرحبا. مرحبا عادل، تحية ليك ولكل الحضور في البلاتو. نحن في أبيجان تتواصل التغطية، واليوم تغطية نوعا ما خاصة لأنه آخر الورقات في المنتخبات العربية، المنتخب المغربي بعد قليل ينطلق في الدفاع على حظوظه للمواصلة في هذه الدولة، النسخة 34، نسخة قاعدة تعرف في نجاح كبير برشا، ونسخة قاعدة تحقق في أرقام يعني تقريبا قياسية على عديد المستويات. اليوم ممكن اخترت أن نتحدث على موضوع هام جدا في علاقة بالجالية المغربية. تقريبا فما 7000-8000 مقيمة هنا في الكوت ديفوار، لكن اللافت للنظر أنه الشارع في الكوت ديفوار عادل يتحدث على الانفلونسور أو المؤثرين، وخاصة المؤثرين المغاربة اللي عرفوا يستغلوا الدورة هذه كأفضل ما يكون. اليوتيوبر، ناس على تيك توك، على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين يسوقوا للوجهة الإيفوارية، وقاعدين يسوقوا لكل المواقع اللي لازم أي سائح أو أي مغربي يزورها في الكوت ديفوار، وهذا كما قلت لقى استحسان كبير برشا. طيب أعطينا الأجواء ما قبل المباراة، أعطينا الأجواء، الحظوظ، ردود الأفعال غادي قبل اللقاء بأقل من نصف ساعة. بالضبط، يعني كما قاعدين نشوف عادة نحن في مكان ما تقريبا اللي تلاقوا فيه كل الجالية المغربية في مدينة أبيجان، ونحكيوا معهم ونشوفوا شنو يعني لي برونوستيك نتاعهم في المباراة هذه اللي باش يلعبوها في الدورة الربع النهائي. خليك معنا مباشرة. السلام عليكم. مباشرة على قناة الحوار التونسي، برنامج حوار الكان. اليوم المنتخب المغربي هو الحامل لواء المنتخبات العربية، كي تشوف كيفاش تشوف حظوظه في المباراة هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ونتمنى ان شاء الله واخا المباراة شوية صعيبة، ولكن نتمنى ان شاء الله الفريق يدير اللي عليه. كما كتشوفوا راه فرق قوية كاع خرجت من الدوري هذا، كما كتعرفوا مصر، الجزائر، تونس، يعني ما كناش كنتصوروا الخروج ديالهم، يعني هذا كيبين لك بان البطوله ما سهلاش، ونتمنى من الله التوفيق. ماتش صعب شويه، ولكن فيف لو ماروك. دائما ان شاء الله فيف لو ماروك. عادل، حتى التجهيزات كما نقول عندنا في الفيراج هنا، يعني محمد لو كان دور الكاميرا حاضرين، وحاضر الجاليه المغربيه بحماس وتشجيع على المنتخب. طيب، شكرا لك احمد فارس. لو كنت تعطينا البرونوستيك نتاعك على المباراه هذه؟ ان شاء الله الرحمن الرحيم، كنتمنى ان تكون مباراه ايجابيه للفريق الوطني تاعنا، وربحوا هذا افريقيا الجنوبي سود افريك، وان شاء الله الربح 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 الربح. اذا انا عادل البرونوستيك كما قاعد نشوف، يعني تفاؤل كبير أحمد بالنسبه للجماهير المغربيه في هذه المباراه، والحماس قاعد يطلع شيئا فشيئا باقتراب موعد المباراه. شكرا لك. gagner aujourd'hui. On espère pour que le Maroc soit qualifié, pour qu'il reprenne la coupe et pour que la Côte d'Ivoire nous soutienne. احمد فارس تسمع فيا ولا؟ اذا نسمع فيك عادل. طيب، يعطيك الصحة، غذيت بعض التصريحات، اكيد غذيت الاجواء نتاع الجماهير المغربية قبل المباراة الحاسمة بعد قليل، المغرب جنوب أفريقيا. تمنيتنا بالتوفيق لممثل الكرة العربية، وشكرا لك أحمد فارس، نلتقي في مراسلات قادمة.